الصعيد دول زينة بلادنا. عندنا كل سنة بيحصل نظام معسكرين، معسكر للفرقة الأولى ومعسكر للفرقة السادسة. معسكر الفرقة الأولى ده بيكون عبارة عن خدمة عامة، فليه أهداف كتيرة برضه، يعني من ضمن أهدافه اللي هو التعاون بتاع الطلبة، انهم يكون يعني اخوات في داخل الجامعه. تمام، اهداف انسانيه، اهداف انسانيه يعني. تمام، والمعسكر بتاع ثالثه بيكون عباره عن معسكر كشاف. تمام، الحركه الكشفيه انواعها. تمام، يعني غرض كشف بمعنى صح. ايه الاختلاف اللي في المعسكر السنه دي ما شفناهوش السنه اللي فاتت؟ والله هو كل سنه المعسكر بيختلف على حسب يعني طبيعه العمل. يعني السنة اللي فاتت كنا بنشتغل داخل الملاعب بتاعت الكلية، فزيناه وظبطناه كل حاجة. انما السنة دي زي ما انت شايف بنشتغل في مزرعة داخل الجامعة، بجوار الجامعة. دكتور، احنا بنشوف الطلبة النهاردة فيهم روح المشاركة وروح التعاون والأخوة، ازاي بتزرعوا فيهم الروح دي؟ احنا بالنسبة لنا احنا عامة عادة في التربية الرياضية، الطالب مجرد ما بيخش الكلية دي بتبقى زي بيته، أسرة واحدة كلنا مع بعض، فبنعود الطلب على بعضهم انهم اخوات في المحاضرات، في الأنشطة، في كل حاجة تلاقيهم متعاونين مع بعض.